يا ياسمين، مش ناوي تروح لابوك تقرا له الفاتحه وتدعي له؟ ده اللي باقي له يا ابني، دعوه من ابن صالح. ابن صالح؟ هو في ابن صالح يسيب ابوه يموت من غير ما حتى يشوفه؟ ما كانش بايدك يا سليم. ربنا اعلم باللي انت فيه، ربنا اعلم باللي احنا فيه كلنا. تقلقش، اذا كنت جاي تسالني عن الشغل فالنهارده انا هروح المتحف وهزرع المتفجرات. انا مش جاي لك علشان كده، انا جاي لك علشان اطمن عليك واسالك عملت ايه مع مراتك. مراتي مسافرتش. ايوه بس انا سمعت انها سافرت امها. بس هي مش هتسافر، انا اتكلمت معاها. ماشي يا سليم، ماشي. على كل حال الرجالة جاهزين وقت ما تحب. لما تجهز يبقى قول لي. ما تنساش تكلم معتز عشان يطلع لك التصريح. معلش يا حمزة ما تزعلش مني، أنا قافش علشان إحنا أصحاب وأكتر من الأصحاب. أنا خايف عليك، مش عيب يا حمزة، مش عيب. الليلة دي مش هتعدي على خير، واللي اسمه سليم ده ممكن يعمل أي حاجة في الدنيا. يا حمزة في إيه؟ وأنا هخاف ولا إيه؟ ما يعمل اللي يعمله، أنا مش هسيبك. طب افهم، افهم بقى، سليم عايزني أنا. حمزة أنا قلتها لك كلمة، لا يعني لا، أنا مش هسيبك، بالذوق بالعافية مش هسيبك. انتهى. صبري انا هرجع الوزاره وبحصله. لا مش هقدر اجي مع حضرتك، لازم اعدي على البيت الاول اطمن على لوعه اشوف اخبارها ايه. هي عامله ايه دلوقتي؟ معلش يا صبري، مش هي بس اللي خسرته. الحقيقه يا فندم كلنا خسرنا. السلام عليكم. سيادة اللواء، سيادة الوزير عايزكم في مكتبه حالا. طب روح انت. هذا وقد تأكدت لدينا الأخبار التي ترددت منذ قليل باستشهاد الملازم هشام محمد طلعت متأثرا بجراحه في مستشفى الشرطة فجر اليوم، ليرتفع عدد شهداء الداخلية في أحداث الأمس إلى 13. كان آخرهم المقدم بهاء حسين عبد الرحمن الذي استشهد أثناء مطاردته للجناة، وبهذا يصل عدد شهداء الداخلية منذ أن أعلنت الحرب على الإرهاب إلى أكثر من 415 شهيدا كتبوا بدمائهم الزكية سطورا جديدة في ملحمة البطولة والكرامة.
الحمد لله على السلامة يا رانيا. انت عاملة ايه دلوقتي؟ الله يسلمك. انا اول ما عرفت انك فوقتي جيت على طول. طمنيني عليكي، انت كويسة دلوقتي؟ طب عرفتي ان سليم لسه عايش؟ ايه؟ ازاي؟ في حاجات كتير قوي يا رانيا حصلت وانت هنا، حاجات لو حكيت لك عليها مش هتصدقي. عشان خاطري قومي انت بس بالسلامة وشدي حالك وانا هبقى احكي لك على كل حاجة. انت مش تمشي من هنا غير لما تحكي لي كل حاجة. احكي. اغتيالات وانفجارات ولواء اتخطف وناس بتموت على الهوا، تقدروا تقولوا لي عملتوا ايه؟ قبضتوا على مين؟ يا فندم احنا سيادتك كفاية! مش هسمع عذار، كفاية قوي كده. وانت سيادة المقدم مش كنت في اجازة؟ اتفضل. ايوه يا فندم سيادة المقدم. اوامري تتنفذ لان انا اللي بشيل كل حاجة على دماغي. اتفضل يا سيادة المقدم، ابعد عن القضية دي خالص وكمل اجازتك في بيتكم. اتفضل. حمزة حمزة أنا مش عايز اللي حصل جوه ده يأثر فيك. أنا وإنت عارفين كويس إنك عملت اللي عليك وما أثرتش في حاجة. استريح حمزة، إنت تعبت معنا كتير. استريح وإحنا هنكمل. كل ده حصل وأنا هنا؟ ولسه في حاجات كتير قوي هتحصل. البلد ولع يا رانيا، احنا مش ملحقين على اللي بيحصل فيها. اقولك على حاجه، كل ما كانت بتحصل مصيبه كنت بحس بقيمتك قوي. انت الوحيده اللي كنت بتعرفي تغطي اي حاجه بتحصل في اي وقت واي مكان. حبيبتي انت بس تقومي كده وتفوقي وتشدي حالك، عايزك ترجعي الشغل تاني. انا لازم ارجع بسرعه، انا لازم ارجع بسرعه فعلا. خرجوك من الخدمه ليه؟ عشان اللي حصل ده ما كانش ينفع يعدي من غير ما حد يتجازى، والوزير شايف ان انا ما ينفعش اكمل في القضيه دي. ناوي تعمل ايه؟ اكمل طبعا، مش هسيب حق بهاء غيره، فاهمه؟ مش هسيب حق بهاء. يخرجوني بقى من الخدمه يرجعوني تاني ما عادتش فرقه. كل اللي فارق معايا دلوقتي ان اجيب سليم. طب انت متاكد ان هو اللي قتل بهاء؟ غادة، لو سليم كلمك لازم تقولي لي. لازم يا غادة، أنا مش هسيب سليم مهما حصل، فاهمة؟ وبقولها لك من دلوقتي، لو حاولتي تساعديه أو تداري عليه تبقي بتساعدي إن ناس تانية تموت. كلامي مفهوم طبعا؟ مفهوم. حاضر يا حمزة، لو سليم كلمني هقولك. الو، ايوه يا نجله، انت فين؟ انا عايزاكي في موضوع ضروري، قولي لي انت فين. طيب انا جايه لك حالا، يلا باي. على فكرة أنا لسه زعلانة منك يا أستاذ شوقي. المهم الحمد لله على سلامتك يا رانيا. اتفضلي. اتفضلي. رانيا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. رجعتي إمتى؟ يا بنتي مش كنتي تقولي لنا عشان نيجي نجيبك؟ أنتوا وحشتوني كلكم ونفسي أقعد معاكم واحد واحد نرغي براحتنا، بس بعدين. أنا عايزة كل الملفات بتاعت الأحداث اللي حصلت في غيابي. حالا الارشيف كله هيكون عندي. يلا بينا. طب يا رانيا انا في مكتبي، لو احتجت اي حاجه ابقى عد عليا. متشكره جدا يا استاذ شوقي. العفو. ادخل. افهم بقى ايه الكلام الفارغ اللي حصل ده؟ حمزه ازاي يمشي بالقضيه دي؟
اقعد يا صبري باشا واهدى، خلينا نشوف هنعمل ايه. اهدى ازاي بعد كل اللي عمله واستحمله عشان القضيه دي يمشي ليه؟ القرار مش قراري، القرار قرار الوزير، وهو اللي هيمسك القضيه دي من النهارده. واللي حصل لحمزه ده غلط. كل اللي عمله سياده الوزير ده غلط. حمزه هو الوحيد اللي عارف القضيه دي، وهو اللي هيعرف يجيب سليم، وبارادتنا وغصب عننا حمزه هو اللي هيكمل. يعني ايه الوزاره ما فيهاش غير حمزه ولا ايه؟